رغم عديد الإجراءات الحكومية في توفير المواد الأساسية والضغط على الأسعار، تشهد الأسواق التونسية بمناسبة عيد الفطر تراجعا واضحا في الإقبال، خاصة في قطاع الألبسة الجاهزة. أنا عندي 3 محلات في السوق، الإقبال السنية مش كيف العادة، الناس الله منها معناها ما عندهاش، يدخل أخويا هكا تشوف معناها عيد الصغير من عيد الصغير عيد الكبير، وزاد يدخل عودة المدرسة فهمني زاد كتشوف الله منه معناه وزاد معناه الدنيا غلات على الأخر زاد البرة. ويرى قطاع واسع من التونسيين أن غلاء الأسعار يعد الحاجز الأول والرئيسي أمام الإقبال على استهلاك المواد التي عادة ما كان يقبل عليها التونسيون في عيد الفطر. اليوم المواطن في العيد وغلاء الأسعار، المواطن مخنوق مخنوق مخنوق. المواطن مسكين الشهرية بتاعه مش باهية، وماهوش خالط لا ياكل لا يخلص كريه، لا يشري العيد، لا يشري الحلوى، لا يشري الشوكولاتة، لا يلقى السكر. غالية غالية حوايج العيد، هي سبقها الأشياء الأخرى اللي تخص المواطن، المواد الغذائية وكل واحد شيء، ولا البائع ولا ما عادش يحب يربح 100% و 200%. ووفق مؤشر الاستهلاك العائلي الصادر عن المعهد الحكومي للإحصاء، فقد بلغت نسبة التضخم في شهر مارس الماضي 7.5%، تقابلها نسبة نمو سلبية في الفصل الرابع من عام 2023. ظرف اقتصادي صعب تشهده تونس في سياق تغيرات سياسية عميقة تشهدها البلاد منذ 3 سنوات، تغيرات قد تحمل معها تحسناً في المؤشرات الاقتصادية في الأشهر القادمة، توازياً مع استقرار المؤسسات السياسية الجديدة في البلاد. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.